من منا لا يرغب في حياة مستقرة وهادئة يصل فيها إلى السعادة ويحمي نفسه من الإصابة بالقلق والتوتر؟ يقدم لنا دكتور إبراهيم الفقي في كتابه حياة بلا توتر مفاتيح هذه السعادة والرضا وسبل التخلص من التوتر والقلق. من هو إبراهيم الفقي؟ إبراهيم الفقي هو أحد أشهر خبيري ومدربي التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية، وهو مؤلف لعلم ديناميكية التكيف العصبي وعلم قوة الطاقة البشرية، وهو من أوائل الذين أدخلوا هذه العلوم إلى مصر والبلدان العربية، حيث قدم الفقي العديد من المؤلفات التي تهدف إلى تطوير الإنسان والنفس البشرية، وذلك عبر تطوير العلاقة مع الذات أولا ومع الآخرين ثانيا، ومن ثم إرشادنا إلى قواعد النجاح والوصول إلى الأهداف. ولد دكتور إبراهيم الفقي في مصر، وتحديداً بالقرب من حي فيكتوريا بالإسكندرية عام 1950، وقد كان يحلم في صغره أن يصبح بطل أم الدنيا في الألعاب الرياضية، إذ أنه كان شغوفاً برياضة التنس، وخطف بطولة مصر للعديد من السنوات، كما مثل بلده الأم في بطولة العالم لتنس الطاولة في ألمانيا الغربية عام 1969. حلم دكتور إبراهيم الفقي أيضا في أن يصبح مديرا لأضخم فنادق في العالم، حيث اشتغل في العديد من المهن ولم يسأم من طبيعة أي مهنة، ثم تدرج في الوظائف حتى وصل إلى درجة مدير قسم في فندق فلسطين في الإسكندرية وهو في سن 25، وبعد ذلك سافر مع زوجته إلى كندا لدراسة الإدارة وهو لا يمتلك أي شيء، ورزق بابنتيهما التوأم نانسي ونرمين. عمل في كندا حارسا في مطعم وحمالا للكراسي والطاولات، فضلا عن تنظيف الأطباق، وفي أثناء ذلك درس تخصص الإدارة ونال العديد من الشهادات الدولية وشهادة الدكتوراه في علم التنمية البشرية، ثم أخذ يتدرج في الوظائف إلى أن أصبح مديرا لأكبر الفنادق في كندا كما كان يحلم في صغره. توفى دكتور إبراهيم الفقي عام 2012 أثر اندلاع حريق هائل في الشقة التي يقيم فيها. إنجازات ومناصب إبراهيم الفقي: مؤسس ورئيس مجلة إدارة مجموعة شركات إبراهيم الفقي العالمية، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المركز الكندي للتنويم بالإيحاء والمركز الكندي للتنمية البشرية والمركز الكندي للبرمجة اللغوية العصبية، دكتوراه في علم الميتافيزيقا من جامعة ميتافيزيق في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدرب معتمد في البرمجة اللغوية العصبية من المؤسسة الأمريكية للبرمجة اللغوية العصبية، حاصل على مرتبة الشرف الأولى في السلوك البشري وفي الإدارة والمبيعات والتسويق من المؤسسة الأمريكية للفنادق، مدرب معتمد للتنمية البشرية للشركات والمؤسسات من حكومة كيبيك في كندا، مدرب معتمد للذاكرة من المعهد الأمريكي للذاكرة في نيويورك، شغل منصب المدير العام لعدة فنادق 5 نجوم في مونتريال في كندا، حاصل على 23 دبلوما و3 من أعلى تخصصات في علم النفس والإدارة والمبيعات والتسويق والتنمية البشرية. درب إبراهيم الفقي أكثر من 700 شخص في دوراته ومحاضراته حول العالم. مؤلفات دكتور إبراهيم الفقي: كيف تتحكم بشعورك وأحاسيسك؟ نمي قدراتك الذهنية، البرمجة اللغوية العصبية وفن الاتصال اللامحدود، سحر الكلمة، أيقظ قدراتك واصنع مستقبلك، قوة الحب والتسامح، حياة بلا توتر، وسحر القيادة، قوة الثقة بالنفس، الطريق إلى الامتياز، إدارة الوقت، قوة العقل الباطن، قوة التفكير، المفاتيح 10 للنجاح، الطاقة البشرية والطريق إلى القمة. ملخص كتاب حياة بلا توتر:
ينتمي كتاب حياة بلا توتر للمؤلف إبراهيم الفقي إلى كتب تحليل النفس، ويدعو إبراهيم الفقي في كتابه هذا إلى التأمل في الحياة والبحث عن أسباب السعادة والتخلص من القلق والتوتر. ويتميز هذا الكتاب بطريقة شرح بسيطة وطرح أفكار مدعمة بقصص قصيرة وحكم وعبر، كل ذلك بأسلوب مشوق من خلال طرحه الأسئلة والإجابة عنها إجابة تثير الانتباه وتجذب القارئ. النقاط التي أضاءها دكتور إبراهيم الفقي: يتحدث في البداية عن السعادة ويقدم جرعة تحفيزية ويؤكد أن سعادة الإنسان ترتبط بسيطرته على نفسه وبالتحكم بأفكاره وأحاسيسه ومشاعره، ويشير إلى أن منبع السعادة روحاني وليس ماديا، ويربط روح الإنسان بخالقها. ثم يذكر أن من أهم أسباب السعادة التسامح ونسيان ذنوب الآخرين وعدم حمل أي حقد أو ضغينة، فضلا عن الرضا والقناعة بما لدينا والابتعاد عن النظر إلى ما لدى الآخرين، ومن ثم وضع أهداف راقية وعالية وعدم إضاعة الوقت في ملاحقة أمور سطحية. ويؤكد دكتور إبراهيم الفقي مرارا وتكرارا في كتابه أن السعادة قرار، فإذا أراد الشخص أن يكون سعيدا عليه أن يقرر ذلك، لأن السعادة بين يديه ولا تعتمد على وضع مادي أو مستوى معيشي. كما يؤكد دكتور إبراهيم الفقي أن البشر ينتظرون حدثا ما ليشعروا بالسعادة، غير أن العكس هو الصحيح، فنحن لا ننتظر النجاح في الامتحان حتى نشعر بالسعادة، بل إننا سننجح لا محالة حينما نكون سعيدين. ويشير أيضا إلى أنه لا يوجد إنسان تعيس، بل هناك أفكار هي من تسبب الشعور بالتعاسة. ثم يتحدث إبراهيم الفقي عن القلق ويعرفه بأنه حالة توتر شاملة ومستمرة نتيجة توقع تهديد بالخطر، سواء كان فعليا أم احتماليا، يصاحبه خوف غامض وأعراض جسمانية ونفسية. ويعدد إبراهيم الفقي أنواع القلق كما يأتي: 1- قلق اجتماعي، وهو الاحتكاك والإحباط في العلاقات الاجتماعية. 2- قلق شخصي، وهو يتعلق بذات الشخص نفسه وينقسم إلى قلق واقعي، وهو قلق موضوعي وله واقع خارجي وطبيعي، أو قلق عصبي ينتج تحت وطأة الغرائز الفطرية والوراثية، أو قلق أخلاقي يكون نتيجة حدث يتعلق بالضمير. ويوجد أسباب للقلق والتوتر، منها الأفكار المكبوتة لدينا من آلام وفشل في الماضي والخوف من المستقبل، أو رغبات واحتياجات غير مسددة مثل علاقات أو إنجازات أو ممتلكات، أو عوامل وراثية وعوامل حيوية. ويرى دكتور إبراهيم الفقي أن التوتر مرض يصيب الإنسان، وأن أعراضه النفسية أو الفيزيولوجية تختلف من إنسان إلى آخر باختلاف هواياتهم وبيئتهم، حيث يقدم علاجا مفصلا للتوتر باتباع الخطوات الآتية: 1- تحديد الإنسان لأسباب قلقه بالبدء بعلاج نفسيته واتخاذ قرار التخلص من القلق. 2- تخفيف الأعباء والضغوط المحيطة به، وإن لزم الأمر أن يطلب أجازة قصيرة من العمل. 3- الاستعانة بالله عز وجل، إذ يرى إبراهيم الفقي أن اللجوء إلى الله هو أقوى أنواع العلاج، مع الإيمان التام بالقضاء والقدر. 4- تنظيم ساعات النوم من سبع ساعات إلى 8 ساعات نوم يوميا. 5- اتباع عادات سليمة وصحية في الغذاء. 6- ممارسة تمارين التنفس العميق. 7- منع العقل من الشرود والتفكير في أي مشكلة أو صدمة أو موقف مؤلم تعرض الشخص له. 8- السيطرة على الغضب وتدريب النفس على الصبر والحلم، ذلك لأن الغضب سبب في أمراض قرحة المعدة والقولون العصبي وارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية. ثم يشير دكتور إبراهيم الفقي إلى 3 أشياء يجب أن نهدف إليها في الحياة:
وأعقل الناس من يحقق الاتزان فيها، وهي 1- معرفة ما نريد، 2- الحصول عليه، 3- الحمد والشكر لله عز وجل والرضا بما حصلنا عليه، ومن ثم الاستمتاع به. بعد ذلك ينتقل دكتور إبراهيم الفقي إلى فصل جديد بعنوان كن نفسك، حيث ينصح فيه بأهمية أن نكون أنفسنا، وأن نبتعد عن تقليد الآخرين، وأن نجد أنفسنا. ويختم المؤلف كتابه بعنوان الأسباب العشر للسعادة. ويطرح دكتور إبراهيم الفقي هنا العديد من الأسئلة التي تدغدغ القلب والعقل، وتجعلنا نعيد النظر في الكثير من الأمور من حولنا، ثم يقدم لنا أسباب السعادة وهي كالآتي: 1- الارتباط بالله عز وجل، 2- قوة القيم العليا كالصدق والمحبة والإخلاص، 3- نقاء النية والضمير والرضا الكامل، 4- إدراك وتقدير الأركان الذاتية والعمل بها. وجهة نظرك عن نفسك: دائما قل لنفسك أنا قوي، أنا واثق بنفسي وقدراتي، ولا تقل أنا فاشل أنا مكتئب. 4- الاتزان في الأركان السبعة: الروحي، الصحي، الشخصي، العائلي، المهني، الاجتماعي والمادي. وسؤال النفس: أين أنا من هذه الجوانب؟ وماذا أريد منها؟ ولماذا أريدها؟ وهل اعتقادك يدعم أفكارك؟ 5- السلام الداخلي والراحة النفسية، حيث أن السعادة مصدرها القلب وليس البنك والرصيد النقدي ولا المعدة. 6- التسامح من دون شروط والعطاء من دون مقابل. 7- تحديد الأهداف وتحقيقها. 8- العيش في الوقت الحاضر. 9- العيش مع الأمل والتفاؤل. اقتباسات من كتاب حياة بلا توتر: إذا أردت أن تكون سعيدا يا بني، فتعلم كيف تتحكم بشعورك وتقديراتك، وتأكد دائما أن يكون كوبك خاليا، فهذا هو مفتاح السعادة. من الممكن أن يكون كوبك مملوءا إلى آخره، ثم يفرغ ويملأ مرة أخرى، ثم يعود فيفرغ، وهكذا أكثر من مرة في اليوم. فكر: هل أنت من هؤلاء الذين يسمحون للظروف أن تؤثر في أحاسيسهم؟ لا يوجد إنسان تعيس، ولكن توجد أفكار تسبب الشعور بالتعاسة. فإن لم تكن سعيدا داخليا، لن تكون سعيدا خارجيا. وإن لم تكن سعيدا كما أنت الآن، لن تكون سعيدا عندما تصبح ما تريد. وإن لم تكن سعيدا في حياتك الآن، لن تكون سعيدا في أي حياة. وإن لم تكن سعيدا بأهلك ووطنك، لن تكون سعيدا بأي أحد. ولو نظرت حولك وعرفت حقيقة من أنت، لن تستطيع أن تكون غير سعيد. السعادة في بيتك، فلا تبحث عنها في حديقة الآخرين. إن كل ما حققته ليس إلا نتيجة لما كنت تفكر فيه. معجزة السعادة تكمن في مواصلة اشتهاء ما نملك والحفاظ عليه، بدلا من ضياع العمر في تمني ما قد يكون سبب تعاستنا إن نحن حصلنا عليه. هناك نوع من الناس مهما بلغ من نجاح، يرى دائما ما عند الآخرين ولا يرى الأشياء التي بيده، مما يسبب له التوتر والقلق. السعادة والاستمتاع في الحياة رحلة وليست محصلة تليها، فلا وقت أفضل كي تكون سعيدا أكثر من الآن. فعش وتمتع باللحظة الحاضرة، واغتنم الفرصة قبل فواتها. اجعل قلبك كأفئدة الطير، خالية نقية، وعندما تضع رأسك على وسادتك لا تحمل حقدا ولا ضغينة لأحد، واجعل الصفح والتسامح ونسيان ذنوب الآخرين مبدأك في الحياة. تعيش الحياة الحقيقية، ومما يساعدك على الشعور بهذه السعادة أن تنظر في نفسك وتصلح من عيوبك، فربما التعاسة التي تحملها بين جنبيك سببها تصرفاتك الشخصية. كلما كانت أهدافك راقية، كنت أقرب إلى السعادة. الذكي هو الذي يحول الخسائر إلى أرباح، لذا لا تسبح نفسك بسكين القلق والتوتر وتراك حزينا، لأنك تتوقع أنك سترسب في الامتحان أو مشروعك سيفشل.
عش دقائق يومك وأحسن الظن بالله، لا تغضب، فالغضب لا يفرز غير الضغينة والحقد، وهو نار تحرق العقل وتسحق البدن وتصيبه بأمراض لا حصر له. والمتسامحون أقل عرضة للاضطرابات النفسية والجسمية، وقلما يزورون الطبيب. أنت إنسان جديد اليوم، فلماذا تقيده بذكريات قديمة بليه؟ والإنسان الذي ينظر إلى حياته على أنها عديمة المعنى ليس تعيسا فحسب، بل يكاد أن يكون غير صالح للحياة. ألم يحن الوقت لنحرر أنفسنا من القيود ونتوقف عن البكاء على الماضي؟ ألم يحن الوقت لنسيطر على عواطفنا ولا نسمح لأي إنسان أو أي شيء أن يملي علينا ويختار لنا أحاسيسنا؟ السعادة شيء معنوي لا يرى ولا يقاس بالكم، ولا تحتويها الخزائن ولا نشتريها بالمال، فالسعادة يشعر بها الإنسان بجوارحه، صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير. الصفح عن الآخرين هو أول خطوة نحو الصفح عن أنفسنا. يعد كتاب حياة بلا توتر من أفضل كتب التنمية البشرية، فإن أردت امتلاك مفاتيح السعادة والوصول إلى توازنك وسلامك الداخلي والتحرر من القلق والتوتر، لا تكتفي بقراءة النبذة عن هذا الكتاب، بل سارع بقراءته كاملا مرة واثنين وثلاث.